this world is not meant for you. Run, boy, run. They trust you. Run, boy. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد عن لعبة ببجي موبايل، واليوم يا شباب راح نشرح مهمات الاسبوع الثاني من الموسم السادس. يلا نشوف. اوكي يا شباب، هذه المهام وراح نبدي نشرح المهام اللي مجانية. يقول لك هنا أنا انفق 20,000 من البي بي، اللي هذه الفلوس العملات الذهبية، تروح تفتح بالصناديق، تفتح لحد ما تكمل عندك المهمة، تصرف 20,000. هذه المهمة. نرجع المهام نشوف المهمة اللي بعدها، اللي يقول لك فوز بمباراتين في اي وضع. تفوز مباراتين في اي وضع، وانا انصحك تخلي وضع الاركيد اللي هو كوكو ماتش، تخلي سولو وراح تقدر تفوزها بسهولة. نرجع للمهام ونشوف. يقول لك استعد اجمالي الصحه اللي هو 1500. انت تداوي نفسك، تدخل بالزون وتطلع اثناء اللعب، تداوي نفسك ب 1500 نقطه. المهم اللي بعده يقول لك اقتل 10 اعداء بالفي اس اس. انصحك تدخل مود القناصات اللي هو اكثر شيء بالفي اس اس، وراح يكون افضليه لك، لان الفي اس اس مثل ما تعرفون بيكاتم ويطلق سريع، وانه مقابلك راح يكون عنده قناصات راح ينمي طلقه طلقه. المهمة اللي بعد يقول لك اقتل 20 عدوا في وضع الانبطاح. الله، وضع السحالي يا اخي، روح سان هوك واقلب سحلية واقتل 20 واحد. وهذا الوضع يا شباب انه تكمل، يعني مو بجيم واحد، انه اكثر من جيم تقدر تسويها. هنا يقول لك صل الى الفئة الذهبية او اعلى، هذه الكل عليها صايرة اكيد. التقييمات، هذا التقييم اللي ما يعرف هذا الموسم، هذا التقييم مالتك اللي يقول لك هو هذا الذهبي. نرجع اللي بعده المهام. اوكي هسه راح نبدا بالمهام الذهبيه اللي ار بي اللي جماعه الشحن. يقول لك احصل على الدرع من المستوى 3 في 10 مباريات، يعني خلال 10 مباريات. شنو خلال 10 مباريات؟ يعني الدرع 3 تقدر تحصله ب 10 مباريات، راح تنحسب لك هنا. تقدر الدرع تاخذه من صديقك يعني، وتقدر ترجع له، يصير هذا بجيم واحد عادي. اقتل 3 اعداء بمسدس. هذا هم وضع القناصات يا شباب، ادخل وضع القناصات وخذ في اس اس وخذ ياك مسدس، وان شاء الله راح تكمل هذه المهام. اهبط على سطح اي مبنى في منطقة المدرسة 3 مرات، والمدرسة يعني السطح مالتها كبير ما شاء الله، يعني مستحيل راح تغلط. اوكي يا شباب، المهمة اللي بعد يقول لك اقتل 20 عدوا في ساهمي باستخدام اي كي ام او ام 7، الساهمي اللي هي موجودة بخارطة سان هوك. اوكي يا شباب، اللي هنا وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسون اللايك والسبسكرايب. كان معكم حسن، الى اللقاء.